اكتر مما حدث، لكن اوعدكم ان بعد كده ان شاء الله لو لينا عمر هيبقى لينا رؤية ودعم اضافي اخر في السنوات القادمة. لو كان لينا عمر هنعمل احسن واحسن، فارجوكم تهتموا بالمزيد من العلم والتعلم. المشروع بتاعي كان عن نتورك، اسم البروجكت بالتحديد كلاود نتورك ديزاين. الفكرة ان انا كنت عايزة اعمل شبكة على الكليات بتاعتنا ويكون المركز الرئيسي بتاعها كلية هندسة. لا انا مشروعي عن هو ديسكتوب ابليكيشن لمعمل تحاليل، عامله بالسي شارب. ديسكتوب ابليكيشن ده ممكن يستخدم من اي معمل تحاليل. انا عبارة عن عربية بطاقة شمسية، مش العربية بتعمل بطاقة شمسية وفيها بطاريات بتشحن من خلال الطاقة الشمسية. طورناها ان احنا هنطبقها في ابليكيشن نستفيد بيها في تطبيق معين، فزودنا عليها كاميرا بتنقل الصورة عن طريق واي فاي لللابتوب، فقدرت ان انا استفيد منها ان انا استكشف بيها اي اماكن ضيقه او اماكن صحراء مهجوره، او ان انا زي الروبوتات اللي بتبعتها ناسا مثلا للمريخ مثلا. شاركنا في المعرض بمشروع في تراك الاندرويد، كان كل هدفنا ان احنا نحول اي بروجرام جافا لاب اندرويد. مش شرط خالص نكون متعلمين اندرويد ونبدا البرمجه بتاعتها، لان البرمجه بتاعتها بتاخد وقت كبير جدا.